الموضوع الأول كيف المجتمع يفرز الطغاة، الموضوع الثاني نفسية الطغاة، الموضوع الثالث كيف يجب أن يقابل الطغاة، وأن الإمامين الحسن والحسين قاموا بهذا الدور، حتى أن الإمام الحسن إذا لم يكن كان الدور ناقصا، والإمام الحسين إذا لم يكن كان الدور ناقصا. نتكلم قلنا بإيجاز المجتمعات التي حش فيها المصلحون وشرس فيها المفسدون تفرز الطغاة. كيف توجد الطغاة في المجتمعات؟ المجتمع الذي المصلح فيه خامل والمفسد فيه نشط، من الطبيعي أن يأتي الطاغي لا مصلح والمفسد كثرة، فمن الطبيعي أن يستولي المفسد على البلاد. ولذا الحديث عن الرسول لتأمرن بالمعروف أو لتنهن عن المنكر وإلا ليسلط الله شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم، شيء مع المنطق. إذا المصلح ما أصلح معنى صار المجتمع مجتمع فساد. في مجتمع الفساد من يأتي إلى الحكم؟ أحد الفاسدين، كيفما تكون يولى عليكم. أحد الفاسدين إذا جاء ودعوت، هل الله يقدر موازين الحياة بالدعاء؟ لذا هذا الحديث وهو لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر وإلا ليسلط الله شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم، الرسول بين فيه قانونين كونيين، قانون مجيء الطغاة وقانون أن الدعاء لا يرفع الطغاة، كلاهما قانونان كونيان. يعني الرسول كشف، مو أن هذا تشريع أو أن هذا موضوع غيبي أو أن هذا إخبار عن المغيبات، لا أبدا. أي إنسان حكيم وعاقل والرسول سيد الحكماء وسيد العقلاء يفهم هذا الشيء. المجتمع الذي المصلح فيه خمل والمفسد فيه نشط تلقائيا يأتي الطاغي إلى الحكم، وإذا جاء الطاغي إلى الحكم من الطبيعي أن لا يغيره إلا اليد وإلا اللسان وإلا العمل، لا الدعاء وحده. الدعاء صحيح، لكن الدعاء له مقامه والعمل له مقامه.